دي دي لا دي لا كسر من يده. شكون؟ اه ها آه؟ اسكي اقول ادوي لا لا غادي اجيب وتا هذيك ادوي 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 البوليس لا قطع الصوت سير سير قولوا قال قطعش قطع الصوت اه دابا قول ما قطعنا الصوت دابا قول حيد منك المعيار ما بقيتش كنخسرني ما بقيتش كنخسروا الهضره هذيك اللي سير عليا انا ما بقيناش كنخصوا الهضره كاع الناس صالحنا معاه بقاش تعير ما كنعير لا عباد الله لا والو راه من تحت راه هما كيعيروا خليهم يعيروا راه خليهم يعيروا خليهم يعيروا راه باغي لك ما بقيناش غنعيروا الناس انا كاع راه بعدت من الناس زعما راه وليت باغي لك عاد السب هذيك تعير امك اه لا ما بقيتش كنعير هذاك الصاور حيد امك تقرا الجمهور ديال الراجل تصالحنا معاهم مزيان طيب حاج مليون صافي انا متبعك ما تبعنيش خليني ما تبعني ما تبعنيش حاجه نصوت حنا راه دابا الناس صالحناهم انا وليت كنصالح الناس غا ما تبعنيش انا غادي عارف فين غادي صامتلي حيد صاور لا لا والو حتى واحد ما بقاش غتجبد لي تصور واش غنديروا ولا الشاري حنا راه شوي ما بقيتش كنسى حتى هي صورت كيف كاع صافي حيد سد معاك الباب لا كان ادم لتحت كلموا لي يقول لي باغيك الياس دقيقه صوب فمك شوي لا صافي ما بقيتش كنعير الناس راه كاع مسكين كاع اللي عندي معاه شي مشكل ولا شي حاجه راه الله يسمح لينا من الوالدين حتى كتشوف الله يسامح كل شيء واش غندير بابا اش غندير ما صلحت فمي اش غندير دابا ميسي لما لعبش كوره انا اللي بوت ميسي مشى لبرشلونه عاد ميسي قال لي ما تبقاش تلعب كوره اش غندير لما خسرت الهضره دراري الاعتزال ديالي بحال اللي مشى مثلا عند بيكان قال لي ما تبقاش تصوطري كنبكي كاع ما كنضحك اش غندير لما خسرت الهضره يا ربي نلقى شي مستوى اخر في يوتيوب نترقى مستوى كيقولوا لي كتقدم مستوى شنو هو هذا فطور شوف هاد الكونتيتي غنمشي نخدم عاد شي مول القهوه غنولي نديرو كبغيتي هكا حقا هو مشى